الاحتفالات باليوم الوطني الفرنسي انطلقت باكراً هذه السنة في لندن مترافقة بالطبع مع أنشطة كثيرة تمثل الثقافة والتقاليد الفرنسية، وتسنى للسكان المحليين تذوق أفخر النبيذ والمأكولات الفرنسية وتعلم لعبة الكرة الحديدية والتمتع بعروض الرقص الباريسية. كلما تبادلنا أكثر في مجالات الثقافة والقيم كلما أصبحنا أفضل وكلما زادت ثقافتنا. بالنسبة إلي ذلك يغني الإنسان، وكوني عشت في بريطانيا على مدى 35 عاما لا يعني أنني فرنسي أقل من غيري. يمكنني القول أنني فرنسي أفضل لأنني أجسد عدة قيم ثقافية. وهذه الاحتفالات قد تكون الأكبر خارج فرنسا، نظرا لأن عدد الفرنسيين المقيمين حاليا في بريطانيا يقدر بحوالي 300,000 نسمة. بالواقع من المثير للاستغراب أن يحتفل البريطانيون باليوم الوطني الفرنسي، لكنه أمر رائع. نريد أن نمارس لعبة الكرة الحديدية، إنه أمر ممتع فعلا. لقد شاهدت ممارسي هذه الرياضة بعض الشيء وتناولت حلويات فرنسية. إنه يوم جميل. إنه يوم في لندن كفيل للقول